السلام عليكم مشاهدي قناة نسرين ام ال شانيل، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. نتمنى وان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما عرفنا بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، تم تعبئة جوج ديال الطائرات مختصين في اطفاء الحرائق لمساعدة الجزائر والمشاركة في هذه العملية بمجرد اكيد الحصول على الموافقة من السلطات الجزائرية، لكن للأسف رئيس الجزائر تجاهل هذه المبادرة المغربية وفضل انه ينتظر الطلب اللي قدمه لأوروبا من اجل كراء طائرات مختصة بالحرائق. نهضر لكم شويه على هذا النوع ديال الطائرات قبل ما ندخلوا في الموضوع. هي طائره برمائيه مخصصه لاطفاء الحرائق، السعر ديالها 37 مليون دولار اي 400 مليار، ويمكن لك انك تكريها، يمكن لها كل شي دوله الا ما كانتش عندها يمكن لها انها تكريها. تقدر هذه الطياره تهز حتى 6000 لتر من الماء في حموله وحده وبسرعه. هذه الطائرات ذات استجابه سريعه، وكاين منها 90 طائرة. بالنسبة للدول اللي كتمتلك هاد الطائرات، كاين المغرب عنده 7، إسبانيا عندها 20، فرنسا عندها 18، إيطاليا عندها 19، تركيا 9. وفي هاد الحرائق كرات بزاف، زادت كرات بزاف ديال الطائرات، واليونان عندهم 18. من بعد هذه المبادره ديال الملك محمد السادس، كاينين الناس او الاعلاميين في الجزائر اللي تقبلوها يعني بشكل عادي وقالوا بانها مبادره زوينه، وكاينين اللي خرجوا بشي تصريحات او لا تدوينات مسيئه للمغرب، منهم الاعلامي حفيظ الدراجي اللي وجه له الاعلامي المغربي رضوان الرمضاني رساله. نشوفوها ونعاودوا نرجعوا. هذه واحد الرسالة سريعة على الخفيف إلى الإعلام الجزائري المقيم والمعتاش في قطر، صحفي الدراجي اللي تخصص في الأيام الأخيرة في تدوينات وصياغة تدوينات مسيئة إلى المغرب، أنه يدافع على بلاده من حقه، أنه ما يبغيش على بلاده من حقه، ولكن الإساءة المجانية ونشر المغالطات هذه ماشي خصائل ديال الصحفيين المهنيين اللي عندهم تاثير، خصوصا اللي عنده الجمهور ديالو في المغرب. بلادك ما بغاتش المساعده من المغرب، حقها على كل حال، حقها اللي حوجهم، اللي حوج البلاد، واخا المغرب دار تصرف ديال ولاد الناس، ولكن اللي كتكون ولاد الناس ماشي ضروري الجيران ديالك يكونوا ولاد الناس. وشغلكم هذاك؟ وشغل النظام ديالكم؟ وشغل تبون ومن معاه؟ وشغل شنقريحة أو شنقريحة؟ ولكن للأسف ماشي من الأخلاق أننا نرفضوا في عز الأزمة، نرفضوا واحد اليد تمدت لينا، ولكن ماشي مشكل، ماشي غريب. ولكن الأسوأ الصيحة في الدراجي هو كيفاش كتحاول تروج المغالطات وكتقول العدو الصهيوني في الحدود ديالكم. لا الشريف، هذه سميتها المملكة المغربية، هذه سميتها الدولة العلوية، هذه سميتها واحد المملكة قديمة، واحد الدولة قديمة قبل ما تكون الجزائر. فراسك هادشي ياك، على بالك ولا ما على بالكش، المهم ما فيها بس تقرا شي شويه ديال التاريخ وتعرف على حدودك الغربية شنو هاد الدولة اللي كاينة. واخا ما فيها بس، الا بغيتي نصيفط لك بعض الروابط باش تقرا وباش تستافد ما كاين حتى شي مشكل. ولكن في نظري الصحفي الدراجي تمنيت، وانت اللي عندك هذه الحرقه بين مزدوجتين على بلادك وكتقول ما غيتفتحوش الحدود، شغلك على كل حال، قلت لك لو كان عندك الحرقه الحقيقيه ما تخليش بلادك محتاجة تطلب الطيارات من الخارج، البلاد اللي كينتج النفط والغاز وفي نهاية المطاف ما عندكش طيارة باش تطفي الحرائق. هذا هو السؤال الحقيقي اللي كان المفروض أنك تطرحه، وسير سول أركان النظام ديالك فلوسكم فين مشاو، فلوسكم فين مشاو. انت تصوفيتي مشيتي للجزيرة القطرية وما تقدرش تهضر على اسرائيل في قطر الصحفي الدراجي، والله لا قدرتي. انا اتحداك اتحداك اتحداك، والله ما تقدر تدوي على العلاقات الاسرائيليه القطريه،
ويلا قدرتي تتكلم عليها انا ننسحب من وسائل التواصل الاجتماعي وما عمرني نعاود نجبد سميتك. ونعاود نقول لك اللي كيرفض في ظل الازمه اليد الممدوده ما كتكونش عنده خصائل ديال ولاد الناس او ولد الناس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.